أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. يرتقب إذن أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا الجمعة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية. وأوضحت محكمة العدل الدولية في بيان لها أن قرار الحكم الذي ستصدره الجمعة على الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي في لاهاي متعلق أساسا بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة انتهاك الأخير لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 48-900 ألف خلال عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة. حديث الجزائر الليلة سيقف عند السيناريوهات المتوقعة، وهل سيلتزم الكيان الصهيوني بقرارات المحكمة في ظل إصراره على استمرار حظر الإبادة في قطاع غزة. يشاركنا النقاش الليلة بداية البروفيسور زهير مهمامة، محلل قناة الجزائر الدولية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. أهلا بكم بروفيسور، مرحبا. مرحبا أستاذ نسيبة، تحية لك ولمشاهدي الجزائر الدولية. إذن غدا ننتظر قرار من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، ما الذي تتوقعونه؟ هل ستنصف محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بوقف الاحتلال لجرائم الإبادة؟ علينا أن ننتظر، ولكن أعتقد هناك مؤشرات تقول بأن القرار سينصف الفلسطينيين هذه المرة. أولا بالنظر إلى قوة الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا، وإلى ما سمعناه في مرافعتها قبل حوالي أسبوعين، وإلى أيضا الردود الباهتة وغير المقنعة التي كانت في تلك الجلسات، وأيضا قياسا أستاذ نسيبة إلى سوابق في قضايا مشابهة لما نظرته المحكمة في هذه القضية. أعتقد بأن من المرجح أن يكون هناك قرار في شكل تدابير مؤقتة كما هو معروف في معالجة مثل هذه القضايا وكما تطلب جنوب أفريقيا، ولكن صيغة القرار هي التي يمكن أن تكون فيها احتمالات. قد يكون القرار في شكل التدابير الاحترازية أو المؤقتة كما طالبت به جنوب إفريقيا وتطالب به أطراف أخرى بشكل واضح، الأمر بإيقاف العمليات العسكرية على أساس اعتبار أن ما تقوم به إسرائيل هو فعلا إبادة، أو وإن كان القرار النهائي سيأخذ كما سبق وأوضحنا وقتا أطول قد يصل إلى أكثر من عامين، وقد ينتهي إلى صيغة أقل حدة بالنسبة للإسرائيليين، بمعنى أن تقول محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل على جيش الاحتلال أن يراعي ويضمن سلامة المدنيين أثناء قيامه بهذه العمليات العسكرية. في كل الأحوال أعتقد بأن الذي سينطق به قضاة المحكمة غدا سيدين مبدئيا قبل الإدانة التي ستأتي كما قلنا في الحكم بعد أن يتم التحقيق في القضية كما هو معروف، ولا شك أيضا أنها ستكون ضربة أخرى لتل أبيب. ولاحظي معي أستاذ نسيبة أن ما ينشر الآن وما يتسرب عن الحكومة الإسرائيلية وما يقال في الصحافة العبرية أيضا يشير إلى هذا القلق الكبير الذي يعتري الإسرائيليين مما سيكون في الحكم غدا
أو في قرار المحكمة غدا هم أبدا لا يأخذون القضية باستخفاف، وقد حركوا لها كل قدراتهم المادية والدبلوماسية وحاولوا بالطرق الملتوية والطرق القانونية أن يفرغوا القضية من جوهرها وأن يفعلوا كل شيء حتى لا يخرج القرار كما هو منتظر، لأنهم يدركون بأن قرارا كهذا وإدانة لجيش الاحتلال لها أو ستترتب عليها أشياء كثيرة جدا، ستزيد في عزلة هذا الكيان، ستبين أو ستنقل هذا الكيان للمفارقة أستاذ نسيبة، كما قال حتى رجل القانون الأمريكي اليهودي البولندي الأصل واضع كلمة أو مخترع كما يقال كلمة جينوسايد إبادة جماعية البروفيسور رافائيل ليمكن، قال بأن إذا صدر هذا القرار فيما ننتظره أو كما قلنا قبل قليل فسيحول إسرائيل هذه الدولة التي نشأت بقرار من الأمم المتحدة في 48 نتيجة كما يقال آنذاك نتيجة جريمة ضدهم إلى دولة ترتكب جريمة الجرائم The crime of crimes كما قال، وهذا سيجعلها بلا شك أولا منبوذة دولية، وقد يتجه الأمر إلى تفعيل كرة ثلج، قد ينتقل الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد نرى قادة إسرائيليين يطلبون إلى هذه المحكمة لأجل أن يحاكموا، رغم أن تل أبيب كما هو معروف غير موقعة على ميثاق روما، وبالتالي احتمالات أن نراهم هناك قليلة، ولكن في كل الأحوال سياسيا دبلوماسيا قانونيا أخلاقيا ستكون سقطة وستكون صفعة أخرى وسيكون انتصارا قانونيا وأخلاقيا يضاف إلى أصحاب القضية وإلى داعمي القضية أيضا. في انتظار ذلك أرحب اللحظة بالأستاذ فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يلتحق بنا من لبنان. أهلا بكم أستاذ، مرحبا. أهلا بكم وشكرا للاستضافة. عشية القرار المنتظر من محكمة العدل الدولية غدا الجمعة حوالي الساعة 1 بتوقيت لاهاي، هناك تقديرات صهيونية إلى أن القرار سيتمخذ عنه قرارات قد تجبر الاحتلال إما على إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة أو على زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وربما تصل في النهاية إلى فرض وقف للعمليات الحربية على القطاع. أيضا هناك اجتماع لبنيامين نتنياهو مع قادة الحرب وأيضا مع حكومته من أجل محث السيناريوهات المتوقعة من جلسة غدا الجمعة. بالتأكيد اليوم العدو الإسرائيلي هو يتخبط بكل ما معنى للكلمة، هو أصلا فشل بإدارة الحرب عسكريا، فشل بإدارة الحرب سياسيا، والآن سيفشل بإدارة الحرب قانونيا، لأن إسرائيل طول عمرها خارجة عن القانون ولا تطبق أي من القرارات الدولية التي تتعلق بحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، التي تتمثل بقيام الدولة الفلسطينية وبعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وغيرها. فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، وهنا أشكر بالتأكيد الشعب الجزائري الشقيق حكومة وشعبا وقيادة على كل ما تقدمه من أجل القضية الفلسطينية، وهي يعني مشهود لها، ونحن لا ننسى كيف قامت الجزائر بطرد الاحتلال الإسرائيلي من الاتحاد الأفريقي وغيرها من المعارك الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الجزائر مشكورة، والتي سيكون لها الدور الأكبر في مجلس الأمن في حال صدور قرار محكمة العدل، وكيف يمكن تحويل الملف من قانونيا إلى سياسيا وضغط سياسي. أعتقد هذا الدور المحوري الذي ستلعبه الجزائر بعد أن ستصبح في جلسة عضوا بمجلس الأمن.
نعم. طيب، الجزائر لن أخذ في مجلس الأمن وتقوم بدور دبلوماسي كبير جدا من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وتابعنا منذ أيام كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد الطاف بجلسة مخصصة للقضية الفلسطينية وبحث التطورات في قطاع غزة. بروفيسور زهير بغمامة، الاحتلال الصهيوني حتى هذه الساعات يصر على عدم وقف حرب الإبادة أو جرائم الإبادة في قطاع غزة. في حال اتخذت المحكمة قرار ولم يلتزم به الاحتلال بالنظر إلى المعطيات الحالية، سيتم وفقا للأعراف نقل الملف من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. هل من الممكن أن تستخدم الإدارة الأمريكية أو واشنطن حق النقض ضد قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، وهو ربما أمر غير مسبوق إن حصل؟ هو علينا أن نشير أن الإشكالية أن محكمة العدل الدولية ليست سلطة تنفيذية، بمعنى ليست لديها قوة تجعلها قادرة على أن تنفذ قراراتها، على الرغم من أهمية القرارات الصادرة عن أعلى أو عن المحكمة العالمية، أعلى سلطة دولية في العالم مرتبطة تماما، هي جزء من منظومة الأمم المتحدة كما نعلم. وكما قلت الأمر إذا أريد له أن يأخذ مسارا تنفيذيا فسيحول إلى مجلس الأمن على أساس أنه الهيئة التي لديها هذه الإمكانية، ولكن دائما هناك هذا الفيتو الأمريكي، هذه الرعاية، هذه الحصانة، هذا الدفاع المستميت للأمريكان عن حليفتهم إسرائيل. وحتى وإن كان الكثيرون يقولون بأن الأمر سيكون ليس سهلا على الأمريكيين أن يشهروا الفيتو ضد قرار يأتيهم من محكمة العدل الدولية، ولكن أعتقد بما رأيناه وخاصة في هذه المسألة بالذات وقياسا بتاريخ هذا الصراع وتاريخ ممارسات واشنطن داخل مجلس الأمن حين يتعلق الأمر بالصراع العربي الإسرائيلي، فأنا شخصيا لا أشك قيد أنملة بأن واشنطن إذا أخذ الأمر هذا المسار، بمعنى تحويل الملف إلى مجلس الأمن، سوف تستعمل مجددا حق الفيتو. ودعينا على الأقل ربما الخلافات التي نعم يتم نعم الكشف عنها أو تماما، لأن شوف واشنطن أستاذ نسيبة تريد أن يتغير أسلوب عمل تل أبيب بطريقة ما، ولكن نعم هناك الآن حوار بين تل أبيب وبين واشنطن، بين الإدارة الأمريكية، وكأن الأمر يخصهما فقط. أما أن يأتي بقرار من المحكمة، محكمة العدل الدولية، بدعوى حركتها جنوب أفريقيا، فلا أعتقد بأن واشنطن ستسمح لهذه الديناميكية. وإن كان حتى واشنطن، خلينا نتكلم بصراحة، إذا صدر قرار غدا في المعنى الذي قلناه ستكون مدانة، لأن من يساعد على ويقدم المعونة للمجرم نعم الذي يرتكب جرائم إبادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية هو كما نعرفه في ألف باء جيم القانون نعم شريك بشكل أو بآخر في الجريمة. إذن الإدانة والسماح للأمر بأن يذهب إلى مقتضى، هذا يعني بأن واشنطن سوف ترمي بالرصاص على أرجلها كما يقال نعم، ولا أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا المستوى. الذي يجري الآن هو نعم خلافات أصبحت معلنة بين جزء في الإدارة الأمريكية وليس كله نعم، وبين نتنياهو تحديدا على المرحلة القادمة، على ما بعد الحرب، على إيقاف الحرب، أو لنقول تغيير نمط الحرب بالانتقال إلى ما يسمونه مرحلة ثالثة، ولكن إلى حد الآن لا نرى جدية من قبل واشنطن في إيقاف العدوان. واشنطن لا يمكن أن تسمح بإيقاف العملية بطريقة يشعر فيها الإسرائيلي بأنه انهزم، وتشعر فيها المقاومة بأنها انتصرت، ويشعر ويرى فيها العالم بأن يعني أمرا كثيرا كارثيا حل بهذا الكيان. هي تريد بطريقة أو بأخرى أن كما قلنا أن يأخذ
التدخل منحا وطريقة أخرى، ولكن إلى حد الآن ليس لدينا من المؤشرات ما يقول بأنهم جادين في ترك الأمور على الأقل تصل إلى إدانة تل أبيب. وقد رأينا أستاذ نسيبة حين في الأيام الماضية حين رفعت الدعوى، موقف واشنطن قال كان صريحا أن القضية ليست أو أن الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا ليس جديا، وكان بالممكن أن لا نذهب إلى هذه الأمور. واليوم أيضا سمعنا متكلمين باسم البيت الأبرز قالوا أننا لا نستبق ما سيصدر عن المحكمة غدا، ولكن كما قلت قياسا بثوابت السياسة الأمريكية في علاقتها بإسرائيل لا أعتقد تماما أنها ستسمح بمرور قرار يدين على هذا المستوى الخطير إسرائيل في 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 اعتبارها أو توصيفها بأنها ترتكب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين طبعا وهي كذلك الجماعية. نعم طيب سنعود بعد قليل أيضا إلى المنطقة العازلة، لكن قبل ذلك أستاذ فؤاد بكر، اليوم الاحتلال ولا شك في هذا أنه متخوف جدا من قرارات محكمة العدل الدولية في حال كان هناك قرار لوقف الحرب ولم تلتزم أو لم يلتزم الكيان الصهيوني وتم تحويل الملف إلى مجلس الأمن، ما يسير الصيغ أو السبل القانونية الأخرى لإجبار هذا الاحتلال على وقف حرب الإبادة؟ أولا يجب التأكيد أن هذه هي قضية إلزامية وليست قضية أو فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية، وبالتالي هي إلزامية بالنسبة للعدو الإسرائيلي. نحن ندرك أن في المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنص بشكل واضح على أن الدول تتعهد وتتكفل بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، ولكن من هنا يمكن أنا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا تم عرض هذا الموضوع، إذا لم تلتزم إسرائيل سيعرض الموضوع على مجلس الأمن. هلا احتمال أن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره بإدراج قضية محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل على طاولة مجلس الأمن حتى تتفادى الفيتو الأمريكي، ولكن إذا تم الضغط ووضع على مجلس الأمن وحصل هناك فيتو أمريكي هذا يكون خرق كبير للتمرد على قرار محكمة العدل الدولية. إذن وهذه تكون للمرة الثانية على والي قرار بوقف إطلاق النار يفشل في مجلس الأمن، عندها وبعد الحديث مع جنوب أفريقيا والقيمين على هذا الملف سيقوم بتفعيل القرار 377 للجمعية العامة وهو متحدون من أجل السلام، وسيذهبون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض العقوبات على إسرائيل كما حصل مع روسيا عندما لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بأوكرانيا. وبالتالي إذا لم يطبق هذا الموضوع فهناك نظام دولي بإزدواجية بالمعايير، وكل ما تم سياقته هو يضر بإسرائيل، وإسرائيل هي الخاسرة الأكبر من أي سيناريو قد يرسم في المستقبل. وبالتالي اليوم إسرائيل هي في قفص الاتهام، لأول مرة تجر أمام محكمة دولية بجريمة بهذا الشكل ومن رمزية لجنوب أفريقيا، وهذا بالتأكيد له دلالات سياسية كبرى لا تحمد عقباها بالنسبة لإسرائيل. وكما كل السيناريوهات القضية الفلسطينية هي الرابحة الأولى والأخيرة فيها. نعم طيب بالنسبة لمحكمة العدل الدولية ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا اليوم أو القرار الذي يتمخذ عن جلسة غد؟ أولا مطالبة إسرائيل بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. نعم. ثانيا وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل. ثالثا العمل على إدخال المساعدات وفك
كالحصار الشامل على قطاع غزة، ورابعا هو فيما يتعلق بالعمل على القيام بأي وقف كل أعمال القتال التي تؤدي إلى حرب إبادة جماعية. ولكن نحن نقول بالحرف الواحد أن هذه القضية التي ستكون يوم الجمعة غدا هي ليست الإقرار بالإبادة الجماعية، صحيح، ولكن لتدابير مؤقتة. نعم، وبالتالي هنا سيعكس أيضا على السياسة، إذا لم تلتزم إسرائيل على الدول الأوروبية التي تصدر لها السلاح، التي تدعمها سياسيا، التي تقول أو تقدم أي شيء يساند إسرائيل، هو بالتأكيد سيحرجها، لأنها هي التي تخالف قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي ستكون أيضا متورطة بخرق قرار محكمة العدل الدولية. هذا أيضا حتى فيما يتعلق بتوريد الأسلحة، بتوريد أي شكل من أشكال الدعم السياسي المالي الاقتصادي أو كل شيء، هو سيصب بمصلحة الفلسطينيين، لأنه لا يمكن اليوم إذا صدر هذا قرار من محكمة العدل أن يتم خرقه من باقي الدول، وإلا فالدول تكون على الدنيا السلامة، ويجب أن نبحث عن نظام دولي جديد، وقد تطير الأمم المتحدة أعتقد إذا بقي على هذا الأمر أو إصلاحها حتى لا ندخل بمنظمة دولية جديدة. نعم، طيب ابقى معنا أستاذ فؤاد بكر. بروفيسور زهير بغمامة، أيضا لجنة المحامين الدولية قد تقدمت ب 15 ملف يدين الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبما أنه ضيفي فؤاد بكر تحدث عن الدول التي تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة في هذه الجريمة، جريمة الحرب التي تمارس حتى هذه اللحظات على الشعب الفلسطيني، أكدت هذه اللجنة أنها ستتخذ إجراءات طارئة ضد الدول التي تزود الكيان بالأسلحة إذا صدر قرار باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إطلاق النار غدا الجمعة من محكمة العدل الدولية. كيف تقيمون هذه الخطوة، هذا التحرك القانوني الذي يتزامن مع ما يحدث في محكمة العدل الدولية؟ هذا الذي يجعل الآن قادة إسرائيل مربكين، في حالة إرباك وتشويش كبير جدا، لأنني كما قلت المسألة على رمزيتها، على كما قلنا المحكمة ليست لديها هذه السلطة التنفيذية، ولكن القرار إذا خرج سيكون إدانة، سيكون فضيحة، وسيكون تعرية كاملة، وسيجعل هذا الكيان كيانا بعد أن كان مارقا يعني يتجاوز القانون إلى دولة منبوذة، خاصة إذا لم تلتزم بالقرار، وهذا الأرجح. ودعيني أقول أيضا أستاذ نسيبة أن روسيا أيضا لم تلتزم بقرار كان قد صدر قبل عامين بعيد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، صدر قرار مشابه بالدعوة إلى إيقاف العمليات وكذا، ولكن روسيا واصلت والحرب إلى حد الآن. لا زالت في أوكرانيا على الـ على الـ على الاختلاف الموجود بين الحالتين كما نعلم. لذلك أعتقد بأن إسرائيل تخشى من القرار في حد ذاته، ولكن يمكنها أن تتجاوزه، ولا أظن بأن القرار في حد ذاته سوف يلزم أو يجبر إسرائيل على أن تغير قيد أنملة في خطتها العسكرية، وهم الآن يتحدثون عن ترتيبات أمنية، عن منطقة عازلة، وعن عن الانتقال إلى الخطة الثانية أو إلى المرحلة الثالثة وست أشهر قادمة، وكأن الأمر الجاري الآن في لاهاي لا يعنيهم. ولكن أعتقد بأن بطريقة أيضا غير مباشرة إذا صدر القرار فقد يتحول كما قلت إلى كرة ثلج بتداعيات كثيرة، من بينها ما تفضلت قبل قليل، محكمة الجنايات الدولية قد حتى المدعي العام قد يحرك دعوى من تلقاء نفسه إذا صدر القرار ضد قادة حكومة وجيش الاحتلال، على أساس أن محكمة الجنايات الدولية كما نعلم تحاكم الأفراد في مثل هذه الجرائم، ومحكمة العدل الدولية تحاكم الدول. طبعا مرة ثانية نذكر بأن تل أبيب ليست موقعة على نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ولكن هناك طرق معينة، الدول التي وقعت يمكن
إذا تعاونت مع المحكمة وفي حالة تواجد نعم. مسؤولين بين قوسين يتم الإدعاء عليهم في سلطات الاحتلال سياسيين أو عسكريين، فيمكن لهؤلاء إن تعاونوا أن يسلموا نعم. هؤلاء، أو على الأقل سيضيق الخناق على هؤلاء وسيصبح هؤلاء يحسبون ألف حساب قبل التنقل إلى هذه الدولة أو تلك. ورأينا حتى يعني بالمقاربة أستاذة نسيبة قبل أيام كيف أن رئيس دولة الكيان نعم. في سويسرا يعني تعرض إلى حركة أيضا كانت تطالب باعتقاله على أساس أو وعلى أساس أنه مجرم حرب نعم. وأن في القضاء السويسري ما يتيح ولاية دولية يمكن أن تطاله. ورأينا كيف تمت يعني لملمة الموضوع. لذلك أعتقد بأن تل أبيب تخشى تماما من جملة من التداعيات، بما في ذلك أن دولا كثيرة حين ترى وتسمع لقرار لحكم صادر عن أعلى كما قلت هيئة قضائية عدلية في العالم، عن محكمة العالم كما تسمى، سيكون من الصعب عليها أن تواصل تعاونها العسكري. سيكون هناك كلام آخر، سيكون من الصعب على أي دولة نعم. أن تزود هذا الكيان نعم. بالأسلحة. والأمر وصل إلى داخل واشنطن نسيبة، سمعنا نعم. قبل أيام كيف أن أصوات تتعالى الآن وتتزايد في الكونغرس الأمريكي من قبل من الحزبين تقول أننا علينا أن نعيد النظر، علينا أن نضغط في إطار هذه الترتيبات كما قلنا والخلافات الموجودة على تل أبيب نعم. لأجل أن نجعلها على الأقل تلتزم ببعض الأشياء، وأن ندخل هذه الأشياء هذه في نعم. قضية التزويد بالسلاح، مع أنه للأسف اليوم الأخبار تقول بأن شحنة كبيرة جدا وصلت من الأف 35 والأف 15 ومن الأباتشي ومن الأسلحة وصلت إلى تل أبيب من الولايات المتحدة الأمريكية نعم. لأنه هذه الأصوات موجودة، ولكن في نهاية المطاف صناع القرار وأصحاب القرار في الإدارة الأمريكية لا زالوا يواصلون دعمهم اللامشروط والأعمى لسياسات تل أبيب الإجرامية في حق الفلسطينيين. نعم دكتور أو أستاذ فؤاد بكر، ما المختلف في الدعوة التي رفعتها لجنة المحامين الدوليين المكونة من 15 ملف أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة؟ قبل الدخول بهذا الملف بالمحكمة وارتباطه بمحكمة العدل، قد يكون من ضمن قرارات محكمة العدل وهو دعوة مجلس الأمن إلى تحقيق إلى أن يعطي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في من ارتكب الإبادة الجماعية، وبالتالي هنا مجلس الأمن هو الذي يحيل الدعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما حصل مع قضية عمر البشير في السودان. السودان لم توقع على نظام روما، ولكن الذي أجبرها مجلس الأمن هو الذي تقدم بالدعوة ضد عمر البشير آنذاك. هذا قد يخرج، وهنا يمكن يعني حملة سياسيا من لأن مجلس الأمن له سلطة بتجميد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد. هذا قد ندخل بهذا السيناريو مثلا نعم. فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية كل من تقدم هو تقدم إلى المدعي العام. المدعي العام هو مسيس زار إسرائيل ولم يزر الفلسطينيين الذين يطالبونه بالتدخل صحيح. منذ نعم. عام 2014. هذا التسييس نحن لا يمكن فتح تحقيق شفاف في ظل مدعي عام مسيس محام للطغاة الذي هو مشهود بوكالاته التي أخذها عن مجموعة من طغاة وخارجين عن القانون، وبالتالي هو يعمل سياسة ولا يعمل قانون ولا بنزاهة ولا بحياد.
وفي اجتماعنا اليوم الذي انعقد في عشية قرار محكمة العدل الدولية كان هناك اجتماع للهيئة الاستشارية في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي 3 ساعات، تم طالبنا بها بشكل واضح. نعم. إذا لا تريد فتح تحقيق المدعي العام على الدول. نعم. الأعضاء التي طيب. انتخبته عقد جمعية عمومية لعزله عن منصبه لأنه ليس نزيها. نعم، وصلت الفكرة أستاذ فؤاد بكر. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل ونتابع بعده خطورة المنطقة الغازلة التي يصر الاحتلال الصهيوني على مواصلة بنائها في قطاع غزة رغم مغارضة واشنطن بذلك. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. اذا قالت وسائل اعلام الامريكيه، قالت ان الاحتلال الصهيوني كشف بشكل غير متوقع عن ان جيشه كان يمضي قدما في تنفيذ خطه لانشاء منطقه غازلة على طول الحدود مع غزة، عندما تعرض جنوده لهجوم أثناء انشغالهم بزرع ألغام في مبنيين يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل 24 فردا منهم. واعتبرت ذات الوسائل الأعلامية أن تصريحات الجيش يوم الثلاثاء أول تأكيد علني على أن الخطة المثيرة للجدل قيد التنفيذ وتتضمن هدم مبانٍ في المنطقة العازلة المقترحة. إذن هنا بروفيسور زهير بوغمامة، المنطقة الغازلة قيد التنفيذ لولا العملية النووية التي قامت بها المقاومة وأدت إلى مقتل 24 جنديا من الاحتلال ومن جيش الاحتلال الصهيوني، لو لم يتم ذلك لما تم الكشف عن أن العملية إنشاء المنطقة الغازلة مستمر رغم كل المغارضات. هو صحيح، ربما ما جعل المسألة تثار إعلاميا بهذه الضجة هي العملية التي قامت بها المقاومة وأدت إلى نكسة أو صدمة وخسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال قبل يومين. نعم. ولكن أستاذ نسيبة، العارفين والمتابعين من المتخصصين يعلمون بأن عملية بناء هذه المنطقة انطلقت مع الانطلاق في ما يسمى وما يروج على أساس أنه المرحلة الثالثة التي تعني إعادة انتشار عسكري وأمني يؤدي إلى سحب قطاعات كثيرة من القوات الإسرائيلية بما في ذلك طبعا وإحداث تعديلات كثيرة عميقة بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة على شرق غزة طبعا تصل إلى أو على 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 عرض 1.5 1.6 كيلومتر، تزيد وتنقص في بعض المناطق. مهمتها كما يقول الإسرائيليون هي منع أن يتكرر ما وقع في 7 أكتوبر. لكن هناك تجربة أخرى حدثت في صحيح. لبنان ولم تمنع تماما. هذا لا يتعلم الاحتلال من هذا الدرس؟ هو حتى الإسرائيليين الآن يقولون بناء على ما حدث كما قلت قبل سنوات في 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 جنوب لبنان حين بدأت العملية بناء المنطقة العازلة بعد الحرب ضد لبنان في بداية ثمانينيات القرن الماضي، بعد 3 سنوات في 1985 بدأت هذه المنطقة وانسحب الإسرائيليون أستاذ نسيبة بعد 15 عاما تماما في عهد رئيس الحكومة الأسبق يهود باراك، حين تم تقييم التجربة على أساس أنها كانت مكلفة كثيرا ولم تمنع في نهاية المطاف أو لم تحقق الأهداف المرجوة من خلالها، وتم التخلي نهائيا على هذه الفكرة في شمال الكيان. ولذلك الكثيرون يقولون بأن هذه التجربة أيضا لا يمكن أن تنجح لأسباب كثيرة، لأسباب تتعلق بهذه التجربة أولا، ولأسباب أيضا تتعلق بأن معالجة الوضع في غزة لا يمكن أن يتم بطريقة
أو بتدابير عسكرية. لو أن الاحتلال كان قادرا على أن ينهي التهديد كما يسميه بين قوسين لأنهاه وهو موجود في غزة، فكيف سينسحب وسيقيم هذه المنطقة التي ستؤدي أيضا إلى تداعيات ستجعل المقاومة، ستجعل كل غزة أيضا مضطرة إلى أن تجعل من العمل العسكري ضد هؤلاء عملا مستداما. هذه المنطقة ستقدم من غزة المنطقة الأكثر كثافة في العالم أستاذ نسيبة، 36 كيلومتر أو 360 كيلومتر مربع، هذه ستقدم منها حوالي تقريبا ثلث، وستقدم منها كل المناطق الزراعية التي إلى حد ما توفر جزئيا وبشكل بسيط بعض ما يحتاجه الغزاويين، ثم ستؤدي إلى تهجير ساكنة هذه المناطق. لا. لأن الاحتلال الآن يكون قد هدم، وهذه العملية اللي صارت قبل يومين في المغازي كانت قد كشفت الأمر هذا، دخل في عملية هدم الآن أكثر، الأرقام تقول أكثر من 1000 بناية و 1100 مبنى. نعم وفي في هذا الشريط، وفي عملية أيضا تجريف للأراضي الفلاحية. صحيح. هناك كلام على أن أراضي كثيرة الآن يتم تجريفها من تربتها من الأشجار الموجودة فيها، والسؤال أين سيذهب هؤلاء أيضا؟ سيكون هناك النية المبيدة للاحتلال للتهجير بهذا. تماما ثم هذه أيضا ستجعل هؤلاء عرضة لعمل عسكري كما قلت، ولاستهداف لن يتوقف من قبل المقاومة. ولعله ربما الأمر الآخر هو أن هذا الأمر أيضا سيكون خطوة قد تسقط كل احتمال لوجود ترتيبات يتم التوافق عليها لما يسمى الآن ما بعد الحرب في غزة، لأن المقاومة لا يمكن أبدا أن تقبل بهذا الترتيب. حتى الدول في الإقليم التي يقال أن تل أبيب أخبرتها أو أخطرتها بهذا الأمر، عبرت عن معارضتها لهذه الإجراءات. طيب. وأيضا واشنطن سمعنا وقرأنا في صحافة الأمريكان اليوم والبارحة بأن الإدارة الأمريكية ترفض بشكل واضح هذا الإجراء، لأنه سيؤدي إلى تعقيد الموضوع وليس أكثر. إلى إيجاد حل ما للمعضلة الموجودة هناك. حتى نختم هذا المحور، سؤال أخير للأستاذ فؤاد بكر. أستاذ، ما هو مستقبل هذا المخطط في ضوء ما تملكه الفصائل الفلسطينية من وسائل للوصول إلى الأهداف الصهيونية؟ أولا، الفصائل الفلسطينية هي موحدة في القرار، هي موحدة في المصير، هي موحدة في الميدان، تقاوم كلها جنبا إلى جنب بعضها البعض لإفشال المخطط الصهيوني على قطاع غزة. وكل السيناريوهات المطروحة اليوم هو فقط مقاومة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لا يمكن اليوم الحديث عن أي شيء أو عن مستقبل قطاع غزة أو عن أي مناطق عازلة أو عن هذا، كله سيفشل، لأنه بالوقت الحالي هناك توحيد لجهة إقرار المقاومة الفلسطينية من خلال أولا وقف إطلاق نار، ثانيا انسحاب من قطاع غزة. ثالثا إطلاق عملية تبادل للأسرى. بعدها نتحدث عن مستقبل قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية ككل. في الوقت الحالي طالما أن هناك ليس هناك وقف إطلاق نار، سيظل الشعب الفلسطيني يقاوم هذا الاحتلال حتى الرمق الأخير، ولا يمكن أن يتم السكوت عن هذا الاحتلال مهما كان يكون. الكلمة الأولى هي للميدان. شكرا جزيلا لكم الأستاذ فؤاد بكر، رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا من لبنان عبر السكايب. شكرا جزيلا. أرحب الآن بالدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية من واشنطن. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلين.
أهلا دكتور. في ظل المعطيات الخالية والمستجدات أيضا في انتظار ما ستسفر عنه غدا محكمة العدل الدولية بشأن تدابير المؤقتة، بايدن يوفد مدير CIA من أجل إبرام اتفاق تبادل وهدنة في غزة، هل نتوقع مفاوضات في ظل كل هذه الأمور؟ بدون شك أننا قد بدأنا نرى توجه أو بعض التغيير في مواقف الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة تواجه ضغوط متزايدة، في خاصة في خلال الشهر ونصف الماضيين، وذلك بسبب بروز معارضة قوية حتى من داخل الحزب الديمقراطي نفسه. من داخله هناك مكونات مهمة، بعضها له دور مهم وكان له دور مهم وأساسي في إيصال بايدن إلى البيت الأبيض، مثلا كتل مثل الأفارقة الأمريكيين، مثل اللاتينوز الأشخاص ذوي الأصول اللاتينية، وهؤلاء دعموا بايدن في غالبيتهم وخاصة الأفارقة الأمريكيين. ولكن هؤلاء بدأوا يغيروا، أو نسبة لا تستهان بهم، بدأوا يغيروا مواقفهم من الرئيس بايدن بسبب أحداث غزة. وهؤلاء طبعا بالإضافة إلى مكونات أخرى، العرب الأمريكيين، المسلمين الأمريكيين، بعض الجمعيات الشباب، مجموعات يهودية حتى بدأت تتحرك، وكان هناك اعتصامات لمئات اليهود في الكونغرس الذين طالبوا بوقف اطلاق النار. طبعا هؤلاء يمثلوا أقلية حتى الآن، ولكنهم مهمين وبدأت دورهم أيضا يتصاعد. كذلك بدأنا نرى تغيير حتى في مواقف اليمين المسيحي، وهو الذي كان يدعم إسرائيل لأسباب دينية إلى حد ما، وعلى يعني على الرغم من أن هذه لها تداعيات قد لا تعجب القوى الإسرائيلية في النهاية، ولكنهم يدعمونهم سياسيا. فرأينا حسب آخر استطلاع أن الشباب بين هذه المجموعة بدأوا يعارضوا السياسة التي يتبناها أهلهم وآبائهم وأجدادهم، ولذلك رأينا تغيير مهم في موقف الكثير من القوى الأمريكية، وهذا مقلق للرئيس الأمريكي. ولذلك أعتقد أنه هو وعدد من مساعديه الذين كانوا قد بدأوا يدعموا إسرائيل وبقوة منذ البداية ويقدموا لها الغطاء السياسي، الغطاء الاقتصادي، غطاء دبلوماسي، بدأوا يتراجعوا إلى حد ما ويحاولوا على الأقل القول بأنهم يمارسوا بعض الضغوط على إسرائيل. نعم، هذا التراجع كيف يختم القضية الفلسطينية دكتور إدموند غريب، أو الحرب الدائرة الآن على قطاع غزة؟ أعتقد أن إذا يعني السؤال إذا فهمته هو أن هل هناك نرى تأثير لذلك على ما يجري في غزة؟ من ناحية يمكن القول بأن هناك ضغوط الآن لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية. إسرائيل طبعا بدأت حتى أمام المحكمة الدولية الآن بدأت تدعي وبعثت كما تقول بوثائق لمواقف لكبار المسؤولين تسمح بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، ولكن موقف الأمم المتحدة، المراقبين الموجودين هناك، منظمات حقوق إنسان، الكثير من القوى السياسية وجدت أن إسرائيل كانت تعرقل وصول الدواء والغذاء والماء والوقود إلى غزة، وأنها لم تفعل ذلك. ولكن هذه بدأت تترك تداعيات أيضا على الحكومة الإسرائيلية، وخاصة من قبل الإدارة التي تواجه ضغوط متزايدة حول هذا الموضوع وحول حتى ضرورة وقف إطلاق النار، على الرغم من أن الإدارة لا تزال ترفض ذلك، ولكن هناك تغيير وهذا التغيير مهم إذا استمر. نعم. طيب بروفيسور زهير بومامة، البيت الأبيض تكلم منذ ساعات على أنه يحاول تجديد صفقة الرهائن ومعرفة ما عليه القيام به لتحقيق هذا الهدف، وقال أيضا أن المباحثات الجارية رصينة وجادة. هل هذه مؤشرات على أن هناك صفقة تطبخ في الكواليس من أجل وقف الحرب، أو لنقل هدنة أخرى؟ صحيح،
هناك الآن معلومات تسريبات الآن تقول بأن هناك تقدم، هناك اختراق حقيقي حدث في موضوع صفقة بخصوص الرهائن والأسرى أو تبادل الأسرى بين الطرفين. وما تم الآن تسريبه هو أن الطرفان يتفقان على هدنة سميها أو إيقاف قتال مؤقت يدوم إلى 90 يوم، والطرف الإسرائيلي يطالب ب60 يوم فقط، ويتم خلالها عملية تبادل للأسرى على 3 مراحل. في المرحلة الأولى يتم إطلاق سراح المدنيين المتبقين لدى المقاومة في مقابل أن يطلق الاحتلال مئات الأسرى من الفلسطينيين في سجونه، وأن تتم الانسحاب أو أن تتم عملية انسحاب للقوات الإسرائيلية خارج المدن على أن تبقى عند الأطراف أو في حدود معينة، أو ربما تنتقل إلى ما يسميه الإسرائيلي الآن بمشروع المنطقة العازلة كما كنا نتكلم قبل قليل. في المرحلة الثانية أستاذ نسيبة يقال أو يتحدث على أن التبادل سيقع على المجندات الإسرائيليات، بمعنى الانتقال إلى مستوى العسكريين، ولكن من الإناث من المجندات وجثث القتلى من العسكريين الإسرائيليين كسوسوا أو الذين قتلوا في عملية في السابع أكتوبر أو خلال مجريات العملية العسكرية والعدوان على غزة في الأشهر الماضية، على أنه أيضا يتم إطلاق عدد أكبر من الفلسطينيين من السجون، زائد موضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تدخل بشكل أكبر وبشكل يلبي الاحتياجات الكبيرة جدا التي تقول الأمم المتحدة نعم أن الأمر يصل الآن إلى تجويع وإلى مجاعة. في يقال أن الإشكالات موجودة في المرحلة الثالثة، وهي التي تخص إطلاق العسكريين من الرجال في الجيش الإسرائيلي. لا. طبعا هذه المقاومة تطالب بأثمان عالية جدا فيها الكلام حول إطلاق أو تصفية أو تبييض السجون، زائد السجون. زائد قوائم لقادة فلسطينيين من الأسماء الثقيلة التي يجب أن تطلق. ويبدو أن الإسرائيلي أو جزء من الإسرائيليين يحاول أن يناور هذه الأيام بتوجيه الاتهامات للوسيط القطري، وربما هناك خلافات بين الموساد الذي يقود رئيسه هذه المباحثات في أوسلو على ما يقال، وبين المستوى السياسي وخاصة نتنياهو وحلفائه سموتريتش وبينغفير من جهة أخرى. طيب حتى نختم من أين بدأنا دكتور إدموند غريب، وتعقيبا وغطفا على كلام البروفيسور زهير بغمامة، ما الذي ستسفر عنه جلسة غد بمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، ما الذي ترجحونه؟ أولا لا نعلم إلى أن يأتي القرار، ولكن أظن أن معظم المحللين والخبراء القانونيين يعتقدوا بأن الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا وعدد من المنظمات الأخرى والمحامين الذين لعبوا دورا في أساسيا في هذه الدعوة، فأن هناك اعتقاد بأن المحكمة، وخاصة إذا نظرنا إلى الأدلة التي قدمها هؤلاء وإلى المواقف التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية وعدد من كبار القادة الإسرائيليين والتصريحات التي أدلوا بها، تدل على أنه من المتوقع أن يكون رد الفعل أو القرار قرار إيجابي، فيما يعني بأنهم سيعتبروا إسرائيل دولة قامت بعملية إبادة، ولكن طبعا لا نعلم ما الذي سيحدث إلى أن يتخذ هذا القرار. ولكن حتى لو اتخذ القرار فإن إسرائيل ليست
جزء من هذه، لم توقع على الاعتراف بهذه المحكمة وقبول قراراتها، وبالتالي فإنه بإمكانها الضرب بعرض الحائط بهذا القرار، ولكن خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة بدعمها. ولكن الخطورة المسألة أنه يمكن طبعا سيكون هناك قرارات قانونية أو تداعيات قانونية وسياسية. قانونيا إذا وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية، فقد يؤدي ذلك إلى أن الدول الأخرى التي هي موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة وعلى المحكمة تقبل بقراراتها، فإنه يمكن عليها حسب النصوص بأن تقوم هي أيضا بالعمل للضغط على معاقبة الإسرائيليين، محاسبتهم، منعهم من دخول إلى أراضيها، إلقاء القبض عليهم أو غير ذلك. هذا من الناحية القانونية. طبعا هناك الأمر الأخطر لإسرائيل وهو الناحية السياسية، وذلك لأنه سيكون هناك تداعيات خطيرة جدا على الموقف الإسرائيلي، سيكون هناك عزل لإسرائيل، طبعا سيكون هناك صعوبة في التحقيق مع المواطنين الإسرائيليين، ولكن شكراً. هذا إسرائيل. شكرا لكم الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية بواشنطن. شكرا على مشاركتنا النقاش الليلة في برنامج حديث الجزائر، وأشكركم أيضا البروفيسور زهير بغمام محلل قناة الجزائر الدولية وأستاذ الغنوبة السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. مشاهدينا الكرام، ختام هذا العدد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير. يا